بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله الجلسة الاعتيادية رقم أربعة لمجلس الوزراء الاثنين الموافق عشر حزيران عام الفين وأربعة استذكر السيد رئيس مجلس الوزراء الذكرى الأليمة بهجمة عصابات داعش الإرهابية وسيطرتها على مدينة الموصل عام الفين مشيرا الى ان المخطط الذي احبطه شعب العراق وقواته المسلحه بكل صنوفها هو ما كان مرسوما للعصابه الضاله والفئه المنحرفه ان تسود في المنطقه وان تبث فسادها ووحشيتها الا ان همه شعبنا مؤيدا بالفتوى المباركه للمرجعيه العليا متمثله بسماحه السيد علي السيستاني دام ظله، وتكاتف جميع قوى العراقيين من أجل تحرير الأرض ورد هجمة الشر، وبين سيادته أن الانتصار الكبير الذي تحقق على عصابات داعش الظلامية، يجب أن يدفعنا إلى المزيد من العمل والمضي في إحداث نهضة تنموية عمرانية، واستذكر السيد رئيس مجلس الوزراء تضحيات الشهداء من قواتنا المسلحه بكل صنوفها ومن المدنيين الابرياء ومن المفقودين سائلا المولى جل وعلا ان يشافي جرحى تلك المنازله المشرفه واستعرض المجلس علاقات العراق مع الدول الشقيقه والصديقه ضمن نشاط المنظمات والمؤسسات الدوليه وخاصة ما يتعلق بصورة العراق وسمعته ومكانته الاقتصادية، ووجه السيد رئيس مجلس الوزراء أن تكون مستويات مشاركات العراق في المؤتمرات والنشاطات الدولية على وفق التعامل بالمثل مع الدول المستضيفة التي تشارك في أنشطة يستضيفها العراق. وافق المجلس على زيادة الراتب التقاعدي للعمال المضمونين بمبلغ لا يتجاوز 150 ألف دينار شهرياً وفق المعادلة التنظيمية، ولمن لا يزيد راتبه التقاعدي عن 700 ألف دينار، ويشمل المتقاعد الخدمة والعجز، وتقسيم مبلغ الزيادة المستحقة وفقاً للمعادلة، على الورثة المستحقين لكل معاملة تقاعدية، واستنادا الى احكام الماده 44 من قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم 18 لسنه 2023 اقرار توصيه الهيئه العليا للتنسيق بين المحافظات رقم 7 لسنه 2024 المتضمن تخصيص درجات العقود بحسب كتابه وزاره الثقافه في الشان للعمل في حراسة المواقع الأثرية ومن أبناء تلك المحافظات حصراً وكالتالي: بغداد 100 درجة، بابل 150 درجة، ذي قار 150 درجة، ميسان 75 درجة، الديوانية 75 درجة، الأنبار 50 درجة، واسط 75 درجة، النجف الأشرف 75 درجة، كربلاء المقدسة 75 درجة صلاح الدين 75 درجة نينوى 250 درجة والمثنى 100 درجة وديالة 75 درجة والبصرة 100 درجة وكركوك 100 درجة وافق المجلس على استثناء جمعية الهلال الأحمر العراقية من تعليمات تنفيذ الموازنة وذلك لشراء مواد وسلع ضمن المساعدات ومواد الاغاثه المرسله الى اهلنا في قطاع غزه منح دول المتوفين جراء الحادث المؤسف للتلاميذ في محافظه البصره قضاء الهارثه الذي وقع في 2 نيسان 2024 قطعه ارض بمساحه 200 متر مربع على وفق الامر التشريعي رقم 12 لسنة 2004 وفي مجال حماية المنتجات الوطنية التي تلبي طلبات السوق المحلية من المواد الإنشائية أقر مجلس الوزراء ما يأتي واحد فرض رسم جمركي أضافي بنسبة 20% من وحدة قياس المنتج المستورد حديد التسليح 10 إلى 32 ملم ومن كافة المناشئ ولمدة أربع سنوات بدءا من تأريخ ثلاثة تشرين الأول ألفين وأربعة تطبيق الهيئة العامة للجمارك الرسم الجمركي الإضافي المشار إليه في الفقرة واحد آنفا ثلاثة مراعاة وزارة الصناعة والمعادن مقدار الزيادة في الاستيرادات مقارنة بالسنوات الثلاثة السابقة للوقوف على مدى وجود زيادة غير مبررة، وبيان قدرة الشركة الشاكية على سد حاجة السوق بما يضمن عدم تضخم الأسعار، وتحديد أهمية الحماية المطلوبة بالنسبة للاقتصاد الوطني. أربعة: تدقيق الجهات الرقابية الآثار الناجمة عن فرض حماية جمركية إضافية على المنتج المستورد. أقر مجلس الوزراء تخويل السيد وزير العدل صلاحية التفاوض والتوقيع على مشروع اتفاقية التعاون بين حكومة جمهورية العراق وحكومة مملكة هولندا في مجال نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية، استنادا إلى أحكام الدستور وإعداد وزارة الخارجية وثيقة التخويل اللازمة للسيد وزير العدل باسم الحكومة وفق السياقات المعتمدة ورفعها من أجل استحصال توقيع السيد رئيس مجلس الوزراء. وأقر مجلس الوزراء توصية المجلس الوزاري للطاقة 24031 لسنة 2024 المتضمنة الموافقة على شمول وزارة الموارد المائية بجدولة الدين المترتب على تشكيلاتها لمصلحة وزارة النفط من جراء تجهيزها بزيت الغاز والزيوت بالآجل مساواة بالوزارات المشمولة بقرار مجلس الوزراء المرقم 23178 لسنة 2023 مع الأخذ بعين الاهتمام رأي الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء بموجب مذكرتها في 21 نيسان 2024 وأقرّ مجلس الوزراء توصية المجلس الوزاري للتنمية البشرية رقم 24013 لسنة 2024 المتضمنة الموافقة من حيث المبدأ على خطة التنمية الوطنية 2024 الى 2028 التي اعدتها اللجنه العليا لاعداد خطه التنميه الوطنيه المؤلفه بالامر الوزاري لوزاره التخطيط في 7 اذار 2023 ووافق المجلس على ادراج مكون الخدمات الاستشاريه لمشروع مترو بغداد متضمنة أعمال تقويم المستثمرين وتدقيق الوثائق والتصاميم والإشراف على التنفيذ ضمن مشروع إعداد الدراسات والتصاميم لشبكات النقل لمدينة بغداد وزيادة الكلفة الكلية للمشروع. كما وافق المجلس على تمديد قرار مجلس الوزراء المرقم 23718. لسنة 2023 والفقرة الخامسة تحديداً لغاية 31 كانون الأول 2024 لإنجاز المشروعات الجديدة ضمن الخطة الاستثمارية لعام 2024 بحسب كتاب وزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة في 2 حزيران 2024 وبما يتضمن معالجة التعارضات وتسهيل التعامل معها وتلافي التأخير في تنفيذ المشروعات وافق مجلس الوزراء على تغيير تسمية الكليات الأهلية المثبتة في أدناه الحاصلة على إجازة التأسيس بموجب قرارات مجلس الوزراء 382 لسنة 2009 و198 لسنة 2014 و117 لسنة 2018 إلى التسمية الجديدة المثبتة أزاء كل منهم وكالتالي: تغيير تسمية كلية الأصول الجامعة إلى كلية أصول العلم الجامعة وتغيير تسمية كلية الحسين عليه السلام الهندسية إلى كلية الحسين عليه السلام الجامعة، وتغيير تسمية كلية البصرة للعلوم والتكنولوجيا إلى كلية الفرقدين الجامعة، وتغيير تسمية كلية جنات العراقي للعلوم الإنسانية إلى كلية الإدريسي الجامعة، على ألا يترتبوا على تغيير التسميه اضفاء الشرعيه على اي اقسام استحدثت بعد تاسيس الكليات المذكوره دون استحصال موافقه مجلس الوزراء، والا يترتب على تغيير التسميه استحداث اقسام جديده مستقبلا في الكليات المذكوره دون استحصال موافقه مجلس الوزراء، واستضاف المجلس في جلسته السيد محافظ البنك المركزي العراقي وأقر التقرير السنوي السادس المنجز استنادا إلى أحكام قانون مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب رقم 39 لسنة 2015 مع الأخذ بعين الاهتمام استمرار مكتب مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب بأخذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الجهات الرقابية ووجه السيد رئيس مجلس الوزراء بتأليف لجنة من وزارة المالية والأمانة العامة لمجلس الوزراء والبنك المركز العراقي ودائرة المستشار القانوني في مكتب رئيس مجلس الوزراء تتولى دراسة مقترح تشكيل مديرية تختص بالتحقيق المالي لتوحيد جهه التحقيق المختصه وضمن متابعه المجلس للمشاريع المتلكيه وتنفيذ المشاريع الخدميه وافق المجلس على ما ياتي واحد زياده الكلفه الكليه ومقدار الاحتياط لمشروع تنفيذ البنى التحتيه لاعمال الماء والكهرباء والاتصالات مع المرحله الاولى لاعمال البلديه والمجاري كمنطقه لافراز الفين وواحد افراز اساتذه الجامعه قرب مخازن الكزيزة في محافظه البصره اثنين اضافه مبلغ الاحتياط لمكون مشروع الهيئه العراقيه للحاسبات والمعلوماتيه وزياده مقدار الاشراف والمراقبه له وزياده الكلفه الكليه للمشروع شكرا